السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في أوقات كتير بتبقى مسجل حاجة صوت وعايز ترفعها وتشاركها مع الناس، ففي موقع اسمه أنكور، ده بيخليك ترفع أي برودكاست أو أي حاجة أنت مسجلها. أول ما بتعمل حساب بتقول له أنا عايز أرفع حاجة جديدة، ممكن تعمل ريكورد وتدوس على تسجيل، أو تقول له أنا عايز أعمل أبلود للملف وتبدأ تشوف ملف عندك على الجهاز، مثلا حاجة MP3 أو ويف. مثلا دوت، وتقول له ابدا ارفع اوبن، يبدا يرفع لك الحاجه ديت. خليني مثلا اقول له مثلا عايز حاجه ملف ويف اهوت، تكنولوجيا بين النظريه والتطبيق. مثلا هيبدا يرفع لي الملف، واول ما بيترفع بقول له سيف وسايف الملف ده عندي، وبعد كده اقدر اعمل له بابلش بحيث ان هو يقدر تعمل له شير على الفيسبوك، تويتر، الشبكات الاجتماعية. ممكن تنسخ اللينك وتحطه مثلا على الجروبات، وبعد كده هعمل لها سيف، وبعد كده بتبدأ تكتب الاسم هنا زي ما انت عايز، تمام، وتكتب الوصف، وبعد كده ممكن تعمل ابلود للايقونه او الصوره ديت، تمام، وبعد كده هتقول له بابلش ناو، فيبدا يديك ان انت تعمل شير للحاجه دي على الحاجات المختلفه زي الفيسبوك والتويتر وهكذا. تقدر تعمل لها شير في اي مكان والناس تبدا تسمع الملف الصوت اللي انت مسجله. وبعد فتره من التشغيل بيبدا يظهر عندي احصائيات عدد الناس اللي سمعت الملف دوت وهكذا.